ولسه مع مصر جميلة وسهرة رمضانية جميلة فيها الإنشاد الديني. ومرة تانية بشكر فرقة الروضة للإنشاد الديني اللي منورنا وبنستمتع معاهم. حقيقة لما بتكلم عن الإنشاد الديني بقول إن مصر من أول الدول اللي عرفت الإنشاد الديني، وشفنا من خلال المعابد وشفنا من خلال الرسوم الموجودة فيها قد إيه كان في حرص على الصلوات الدينية والأناشيد اللي كانت بيتم تلاوتها خلال هذه الفترة. ومع أيضا دخول المسيحية إلى مصر كان هناك الإنشاد الديني الخاص بالترانيم المسيحية والعديد من الترانيم الخاصة بها. وبعد ذلك دخول العالم الإسلامي أو دخول الدين الإسلامي كان هناك الإنشاد الديني الذي ما زال حتى الآن بنستمتع به وبيعطي نوع من الروحانيات الشديدة جدا خاصة خلال شهر رمضان المبارك. خلينا نعرف أكثر عن تاريخ الإنشاد الديني في مصر، واسمحوا لي ده يكون من خلال ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة. برحب بدكتور محمد حجاج الشاعر ورئيس لجنة إحياء التراث اتحاد كتاب مصر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب وحضرتك بصحه وسلامه، كل سنه وجمهور المشاهدين بخير، كل سنه والفرقه الجميله اللي معانا النهارده بخير، وجمهوريه مصر العربيه وسائر الدول الاسلاميه يا رب بخير وبسلام يا رب ان شاء الله. امين يا رب العالمين ان شاء الله، ودايما رمضان كريم. رمضان كريم. الانشاد الديني، خلينا نتكلم عن تاريخ الانشاد الديني. طبعا احنا شفنا قد ايه المصري القديم كان بيهتم ايضا بالاناشيد والموشحات الدينيه، وده واضح جدا من خلال المعابد والتراث اللي تم تركه من خلال حضارتنا المصريه القديمه. نبدا بقى مع تاريخ هذا الانشاد وازاي مر بمراحل مختلفه. هو لو نظرنا للانشاد الديني بنظره تاريخيه هنلاقي ان هو بدا اصلا مع المصر القديم، ببساطة لارتباطه بروحه، لارتباطه بمعتقده. ارتباط المصري القديم بإله أو بآلهة جعل هناك نوع من الطرب الذي يربط بين روحه أو بين جسده وبين الروح. اخترع لهذا الطرب ترنيمات وأناشيد، وضع لها عبارات وابتهالات يذكرها، يتحلق حولها، يجتمعون فيها لكي يشعر بأن هناك علاقة مثلى أو علاقة سامية بينه وبين خالقه. صحيح. ومن المدهش أن يذكر عن المصري القديم أنه وضع قرآنا للطرب، قرآنا زي شيء مقدس، يعني أنا أتحدث عن القرآن هنا بمعنى الشيء المقدس للطرب، زي مثلا قدسية كبرى جدا لهذا الأنشود، لهذه الأنشودة أو لهذا النشيد الديني. من أشهر الذين وضعوا مثل هذه الأناشيد إخناتون. الملك أمنحتب وضع شيئا عجيبا جدا جدا، أمنحتب الرابع طبعا، وضع أنشودة جميلة جدا يخاطب بها إلهه آتون العظيم، هذا الإله الواحد الذي غير معالم آمون في عبادة الآلهة في مصر. كان قال له مثلا في هذه الترنيمة الجميلة، قال أنت تطلع ببهاء في أفق السماء، يا آتون الحي، يا بداية الحياة، عندما تبزغ في الأفق الشرقي تملأ كل البلاد بجمالك، أنت جميل، أنت عظيم متلألئ، تعلو فوق كل بلد وتحيط أشعتك بالأراضي كلها التي خلقتها، لأنك أنت رع وتصل إلى نهايتها. شوف الكلام بقى بيختم يعني هو كمان حتى بيختم بجملة احنا نفسنا بنعتقدها، بيقول له بالرغم من انك بعيد فان اشعاعاتك في الارض، وبالرغم من انك امام اعينهم فلا يعرف احد خطوات سيرك. الله. انت في قلوبنا واحنا بنحس بيك وانت جميل. دي الترنيمة الاخناتونية التي وضعها لإلهي أو لخالقي، وده الحقيقة كان واضح جدا حتى في حفل نقل المومياويات. وقد إيه كنا بنشعر بالفخر وبالذوق. للتغني أيضا بترنيمة فرعونية بالتنم عن الحضارة المصرية القديمة بشكل كبير جدا. هو الأكثر وضوحا ليس فقط الطرب الذي كان موجودا في حفل المومياوات، وإنما خلاصة الجماعة، المجموعة التي كانت تعمل منذ سنة ونصف. صحيح. بيشتغلوا بشكل منظم وتاريخي ومحكم. صحيح.
صحيح. علشان كده خرج بترنيمة تشعر كأنك في العصر القديم. ده حقيقي. يعني احنا واحنا بنشوف المومياوات والحفل الرائع جدا جدا اشعر انني رجعت الى الخلف 5000 سنة. لا حسينا قد ايه دي اصولنا. ايوه دي حضارتنا، ده المصري فعلا، المصري اللي كان بارع وكان متقدم في كل المجالات، ومنتظم في الطب والهندسه والفن، وقد ايه عنده نوع من الحس المرهف بشكل كبير والرقي الشديد جدا اللي احنا محتاجينه النهارده. بالمناسبه استاذه، هو اللي جرى بعد ذلك كمان من تطويرات على فنيات الانشاد الديني لدى الحضارات المتعاقبه للدوله المصريه، مثلا هذا التطور العظيم الذي جرى بعد دخول المسيحية إلى مصر. تمام. بعد أن صار لآباء الكنيسة دور كبير في ضبط الترانيم بدلا من الفردية إلى أن صارت جماعية. صحيح. وإضافة بعض الآلات التي تنغم من الترانيم الخاصة بهم، حتى إن المؤرخين بيقولوا إن الترانيم الكنسية ورثوها على مدار 21 قرن مورثة الترانيم، رغم انها ترانيم مسموعة ولكن جيل بيورثها للجيل الذي بعدها. حضرتك اثرت جزئية انا عايز اعرفها. الالات الموسيقية المصاحبة للترانيم في الصلوات من الحضارة المصرية القديمة. ايه اشهر الالات اللي كانت بتصاحب الترانيم والاناشيد الدينية في ذلك الوقت، وربما تكون تطورت مع تطور العصور؟ بصي، هو الريستاتيفو والسيستروم من الالات اللي كانت مشهورة في الفترة دي، ولكن في العصر القديم كانوا بيعتمدون اكثر على الترنيمة الحنجرية. هو بيعتمد على طريقة الحنجرة في تنويع النغم بشكل ذاتي. بعد ما اخترعت الالات بدأوا يضيفوها الى الاناشيد الدينية المختلفة. ده بالنسبة للعصور ما قبل الإسلام. أما العصر الإسلامي ففيه كلام كتير جدا جدا. يقال إن أول الأناشيد أو أولى الأناشيد التي اشتهرت هي أنشودة طلع البدر علينا مثلا. علينا طبعا. ولكن المدهش إن حينما حررت هذه المسألة موضوع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، قالوا إن ثنيات الوداع ليست في مفتتح الطريق إلى مكة أو من مكة، لا دي من منتجات من الشام. ومن هنا قيل إن هذه الأنشودة إنما قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء من غزوة تبوك أو جاء من الشام. ولكن المأثور عن الأنصار أنهم قال جاءنا رسول الله، جاءنا محمد، ونساء الأنصار صاروا يبتهلون وينشدون بعض اللي بنسميها الأرجوزات التي ترحب بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن انتشر طلع البدر علينا طبعا لأنه هو جميل وفي معاني بسيطة. صحيح. وفي الوقت نفسه هو يعبر عن روح أي مسلم أو أي صحيح. عربي بشكل عام. طب هل في أناشيد تانية يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت أن ربما تكون كانت موجودة ولكن كان أشهرها بالنسبة لنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هل كان في أناشيد طبعا تانية؟ الأنشودة الشهيرة جدا بتاعت سيدنا حسان بن ثابت، وأحسن منك لم تر قط عيني بالزبط. وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وكثير من قصائد سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه التي هي إن عبرت عن شافه إنما يتعبر عن نظام الأنشودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان يسمع وكان يطرب ويقول لا فض فوك وإيه يا حسان، وكل ما يعبر عن تلقي وقبول من النبي صلى الله عليه وسلم لفن الأنشودة الدينية أو النشيد الديني. طيب أنا هكمل الجزئية دي مع حضرتك لأن دي جزئية مهمة جدا. هو ده صحيح الإسلام اللي احنا بنقوله إن قد إيه بيحيي الجمال والكلمة والرقي في الفن بشكل كبير جدا، بس إيه رأيك نستمتع مع فرقة الروضة؟ خلاص نروح، ولما نيجي نشوف رواية ستنا عائشة في موضوع الأنشودة نفسها. معانا لسه هنكمل بقى تطور الأنشودة مع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، بس خلونا نسمع فرقة الروضة. هتسمعونا إيه؟ اتفضل. رمضان تجلى وابتسم. اتفضل. ترجمة
رمضان طور الأرواح، رمضان زمان الأفراح، رمضان منال الإصلاح لدنيا الناس وأخراها. قد ايه الواحد يعني حتى مع كل كلمه من الكلمات بيحس ان هو بيكون في عالم تاني من الروحانيات. النفس لها ما يطربها، صحيح، ولها ما يمتعها وما يغذيها، يعني ده غذاء الروح زي ما بنقول. ايوه احنا ستنا عائشه رضي الله عنها لما روت من احاديث سيدنا حسان مثلا، وسيدنا حسان بالمناسبه يعني هو اكثر شاعر من شعراء الصحابه، وكل الصحابه كانوا شعراء بالمناسبه، يعني سيدنا ابو بكر كتب في سيدنا النبي شعر، سيدنا عمر كتب في سيدنا النبي، يعني كتير جدا من الصحابه. لكن سيدنا حسان الامر اختلف ليه؟ لانه كان شاعرا بالفطره، هو لم يتكلف في شعره، فلما كان يشوف سيدنا النبي كان يقول شعرا، كان بيترك لنفسه العناية زي ما بنقول. ايوه، فكان شعره يمتاز او ينماز بالصدق وبالحب الجارف. وفي الوقت نفسه ستنا عائشة بقى بتروي الرواية بتاعتها لما روت عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت والله كما قال فيه شاعره حسان بن ثابت. خدي بالك بقى هيقول ايه، هي جابت بيتين. وانا ادعو السادة المشاهدين ان هم يشوفوا ديوان سيدنا حسان في حب النبي وفي وصف النبي، اناشيد جميلة جدا نحفظها لأولادنا ولأطفالنا. قالت مثلا ايه، متى يبدو سيدنا النبي لما يظهر، متى يبدو في الداجي البهيم في الليل في الداجي البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد، يظهر كأنه مصباح منور. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويكمل، فمن كان أو من قد يكون كأحمد صلى الله عليه وسلم، فمن كان أو من قد يكون كأحمد نظام لحق، هو صلى الله عليه وسلم نظام لحق أو نكال لملحدي، اما انه يبقى مع الحق او انه هو يدحض الباطل والالحاد. وصف بسيط، وصف للشكل وللجوهر. عليه افضل الصلاه والسلام، خير الانام، شفعنا يوم الحساب باذن الله. نعم. زي ما حضرتك تفضلت وقلت يا دكتور ان بالفعل الاناشيد الدينيه تطورت عبر الزمان مع الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وحتى اليوم مع يعني العديد من منشديننا اللي امتعونا على مدار سنوات طويله. اهم المراحل اللي مرت بيها الاناشيد الدينيه والموشحات الدينيه، هو انا لو نظرت نظره تحليليه للمراحل التي مرت بها الاناشيد الدينيه كتطوير، هنلاقيها مرتبطه بالعصور السياسيه. فهنلاقي في العصر الاموي بدا ينتشر فكر او تنتشر فكره المديح النبوي صلى الله عليه وسلم، بدا الناس كده ينتشروا فيمدحوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خاصه الذين لم يروه، فكانوا يسمعوا من الصحابه ويبداوا يقولوا شعر حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه. فمن هنا بدات تنتشر هذه الفكره، لكن ظلت فرادى، فضلت لوحدها لغايه ما جاء ابو اسحاق الموصلي وتلميذه زرياب واشاعوا الغناء في الوسط في البلاد العربية والإسلامية، فبدأ تنتشر الغنوة الإسلامية أو الأنشودة الإسلامية اللي تصحب بآلة مع بعض الجوكة أو مع بعض المجموعة المصاحبة. هل كان ليها آلة معينة ولا لا؟ الآلات في الفترات القديمة متفاوتة، لأن هم كانوا يعني هم ظلوا حتى العصر الحديث يعتمدون اعتمادا مباشرا على فنيات الإلقاء على الحنجرة. الآلات البسيطة اللي بدأت تنتشر زي مثلا الناي، زي مثلا الآلة مثلا اسمها الفاي أو حاجة، يعني هذه الآلات بدأت تنتشر بعد أن تأثرنا بالبلاد الغربية أو بالبلاد التي دخلها الإسلام. عندهم آلات موسيقية، لأن احنا بالمناسبة وخلينا أقول إن علماء الدين لهم رأي في الإنشاد، في إنشاد هم حرموه وفي إنشاد أجازوه وفي إنشاد أباحوه.
تمام. الإنشاد الأناشيد اللي احنا بنتكلم هنا عنها هي من الأناشيد المباحة التي تحض على الاستقامة، التي تدعو إلى الصدق، التي تقرب العبد من ربه، التي تطرب القلب ولا تثقله، كل هذه التي تسمو بالروح يعني. كل هذه من المباحات، والتي يمكن الإمام الشاطبي والغزالي والإمام ابن عبد البر والشيخ عبد الغني النابلسي كل هؤلاء أباحوا هذا النوع من الطرب أو هذا النوع من الأناشيد. بعد أن جاء الفاطميون إلى مصر، أو تحديدا الاسم الحقيقي لهم العبيديون إلى مصر، بدأوا يحيون فكرة جديدة هي فكرة المواسم الإسلامية، موسم الهجرة، موسم رجب الإسراء والمعراج، موسم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قبل أن يأتي الفاطميون في القرن الرابع الهجري إلى مصر، قبل ذلك هذه المواسم لم تكن معروفة. رمضان كان برضو يعني ليه نصيب، ما كانش له احتفالات إلا لما جاء الفاطميون مصر. الفاطميون لما جاء مصر جعلوا هناك حياة روحانية متعددة، بقى كل مناسبة في التاريخ الإسلامي يستحدثون لها مظهرا في الأناشيد. يعني وفي كان الإنشاد الديني لكل مناسبة بيختلف عن المناسبة الأخرى. بالضبط جدا. المناسبات في رمضان مثلا طبيعة الإنشاد الديني، عندنا طبيعة الإنشاد الديني في رمضان كانت ترتقي بالإنسان إلى إن هو يتفاوت في تلقيه للصيام، إن هو يتسامى في قربه من القرآن وتلاوة القرآن. كان يدعو أناشيد رمضان بشكل خاص، والتي انتشرت فيما بيننا زي مثلا الأناشيد البسيطة وحوي يا وحوي وهذه الحاجات، هذه أيضا من المأثورات الفرعونية القديمة، يعني من القديم، ولكنها تداخلت مع المأثورات الإسلامية وصار لها جناح يطير به المستمع إلى تلقي الشيء الطرب أو الجميل. ده بقى علامة من العلامات يعني اللي لازم تعبر عن رمضان، تعبر عن رمضان. بالظبط. الفاطميون استحدثوا كمان في رمضان كحك العيد، الكحك بتاع العيد، استحدثوا البسكويت، استحدثوا أشياء عديدة جدا، فجعلوا من الحياة الروحية ليست فقط عبادة في المسجد وإنما أيضا عبادة في الشوارع. هذه المواسم وهذه المناسبات التي نحتفي بها كليلة القدر، حاليا نحتفي بالعاشر من رمضان ذكرى السادس من أكتوبر النصر العظيم، نحتفي بغزوة بدر الكبرى 17 رمضان، فتح مكة 20 رمضان، موقعة عين جالوت 25 رمضان، كل هذه المواسم جعلوا لها احتفالات، فكأن الشهر الكريم ليس فقط عبادة نهارية أو قيام ليلي، وإنما هو عبادة كلية، عبادة كلية، نصوم ونصلي ونتصدق ونحتفل ونغني وننشد كل شيء. علشان كده بنقول رمضان في مصر حاجة تانية جدا. رمضان في جدا. مصر بيجمع كل هذه الأشياء اللي حضرتك ذكرتها. نعم. ما بين روحانيات وعبادة، ما بين مظاهر اجتماعية ولم الشمل ولم الأسرة، ما بين احتفالنا بالموشحات وبالإنشاد الديني، وما بين أيضا يعني السهرات الرمضانية الجميلة اللي ليها طابع خاص يختلف تماما عن باقي سهرات العالم. اسمحي أقول لك حاجة، ده في جناح آخر أو طيف آخر من الحياة الدينية في مصر، وهو الجناح الصوفي أو المتصوفة طبعاً. وده عندهم يعني بيدخل تحت مسمى الأناشيد الدرويشية أو الدرويش. هم بيمتعون العامة بما يطربونهم وبما يستحدثونه من نظم في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حب آل البيت الكرام، وفي حب سيدنا علي وسيدنا الحسين و يعني آل البيت بشكل عام، وفي حب الصحابة وفي نسلهم وأحفادهم. هؤلاء المتصوفة أو هؤلاء جماعة الزهاد الذين يطربون العامة أيضا لهم تأثير قوي جدا جدا في رمضان وفي غير رمضان. طب اسمح لي، في العصر الحديث يعني الإنشاد الديني احنا شفناه زي ما حضرتك تفضلت وقلت في هذه الفترات كان ليه يعني علامات شديدة جدا. هل الإنشاد الديني حاليا في مصر يعني محتاج ان احنا يكون عندنا كتابات اكتر فيه؟ هل عندنا اعداد من الاصوات اللي بتقوم بعملية الانشاد الديني هو متواجدة؟ يعني ياريت حضرتك تلقي الضوء برضه على الجزئية. شوفي انا هقول لك حاجة، انا بس عايز اقسم العصر الحديث ده لقسمين. اتفضل. القسم الاول ما قبل طوبار، ما قبل نصر الدين طوبار. لان هذا العظيم العملاق هو شيخ المنشدين، ومما يدهش ان هذا العملاق لما تقدم للإذاعة رفض ست مرات كل مرة يرفض
كل مره يرفض لان في احسن منه. فانا عايز اقول لك اذا كان نصر الدين طوبار بالنسبه لنا هو احسن واحد بالزبط. فما بالك بمن لم نعرفهم. ولذلك ده كان بينم على اهميه او قد ايه الاذاعه المصريه في ذلك الوقت ولا زالت حتى الان بتهتم بالصوت وبتهتم بالقيمه طبعًا بشكل كبير جدا. طبعًا ما كانش اي حد ممكن ان هو يتم السماح ليه او اجازته عبر الاذاعه المصريه الا اذا كان بيتمتع بصفات معينه، علشان كده ظلوا وتواجدوا ويستمروا لا ويحسن من نفسه ويتعلم المقامات ويتعلم ويحفظ اناشيد اكتر وقبلوه في المره السابعه ليكون بعد ذلك علامة فارقة عشان يكون ما بين ما قبل وما بعد. أيوة لغاية ما توفى في الثمانينات رحمه الله سيد النقشبندي مثلا مولاي إني الله. ببابك وألحان مين الكحلاوي يعني الألحان العظيم برضو أيوة والكحلاوي إحنا عندنا يعني الفترة بتاعت طوبار وما قبله عندنا مجموعة من عباقرة الإنشاد الديني في مصر. وأنا أدعو نقيب المنشدين الأستاذ محمود التهامي من الآن إلى أن ينظم معجما للمنشدين في مصر. احنا محتاجين نتعرف على هؤلاء العماليق وتلاميذهم الذين اثروا واثروا فيما بينهم وفيمن بعدهم. وهذه دعوه مباشره للاستاذ محمود التهامي وهو الان نقيب المنشدين. صحيح. وخاصة ان اكيد يعني عنده اصوات تستطيع ان هي تواصل المسيرة. تمام. ما بعد نصر الدين طوبار هعرف بس نسمع حاجة الاول علشان برضو نبقى عاملين انشاد ما بين الفترتين مع بعض. يسعدني جدا. هنسمع ايه؟ هي ليلة حلوة بيكم. يلا بينا. والبشرى وصلت آمنة من الواحد الديان بيقولوا لها مبروك يا آمنة مبروك يا أم الحب والحنان جالك عروس القيامة سيدنا النبي جالك عروس القيامة هينور الأوطان ويمحي كل الظلام والنور علينا يبان النور علينا يبان فرحت آمنة وقالت يا فرحتي بولدي يا فرحتي بولدي لما وضعت الحبيب النور عليا بان ليلة 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 حلوة يا سلام ليلة 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 حلوة يا سلام ليلة 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 حلوة يا سلام ليلة 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 حلوة
سلام ليلة ما وصلنا قدام المقام الله قلنا له يا طه عليك السلام الله ليلة ما وصلنا قدام المقام الله قلنا له يا طه عليك السلام واللي وصل لبابك عمره ما ينضام ليلة 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 حلوة يا سلام ليلة 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 حلوة يا سلام وبقينا في رحابك الله وقفنا ببابك وبقينا في رحابك وقفنا ببابك واللي وقف ببابك عمره ما ينضام ليلة 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 حلوة يا سلام ليلة 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 حلوة يا سلام في الروضة نصلي الله ونعيش في التجلي الله في الروضة نصلي الله ونعيش في التجلي الله في الروضة نصلي ونعيش في التجلي في الروضة نصلي ونعيش في التجلي صلوا معايا صلوا على خير حلوة يا سلام ليلة 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 حلوة يا سلام يا زوار نبينا لو رحتوا لهدينا يا زوار نبينا لو رحتوا لهدينا ابقوا سلموني على نبي السلام ليلة 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 حلوة يا سلام ليلة ليلة يا سلام يا رب اكتبها لنا ريح لينا بالنا 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 نصلي في الكعبة امام المقام ليلة ليلة الله يعني واضح طبعا ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب زيارة المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وإن احنا نحظى بالمتعة الجميلة دي بشكركم شكرا جزيلا يعني قد كده الواحد بيعيش في جو تاني وبيسمو بروحانياته بشكل جديد دي قيمة المجموعة أنا عايزة بقى سريعا إن للأسف الوقت الحلو بيخلص بسرعة سريعا جدا الإنشاد الديني ما بعد نصر الدين طوبار وحضرتك قلت إن دي علامة فارقة في الإنشاد هو دخول الفضائيات دخول وسائل التواصل الاجتماعي كان ليها تأثير مباشر على تطور الإنشاد الديني في مصر الإنشاد الديني حالياً هو أقرب إلى فن الغناء ليه؟ إنه أدخل كثيراً من الأدوات الغنائية أدخل كثيراً من الآلات الغنائية حتى الآن نستطيع أن نقول إن هناك فناً جديداً جمع بين الإنشاد الديني والغناء هو الذي استحدث في وسائل التواصل الاجتماعي واللي إحنا بنسمعه دلوقتي لا اللي إحنا بنسمعه دلوقتي هو بين يعني هو أقرب إلى الإنشاد الديني لأنه بيعتمد على القائد صحيح. وعلى السنيدة القائد يقول جملة السنيدة يكملوا معاه او يرددوا اللي هو بيقوله وهو يكمل ويستمر بيه مع وجود آلات بسيطة زي الناي وزي الطبلة صحيح. النمط ده من الانواع هو نمط شعبي نمط جميل يشعر به كل واحد انما لما تدخل الادوات الاخرى زي العود بقى ونبدأ ندخل البيانو وندخل كذا هتشعري ان احنا خرجنا شوية من الانشاد الديني واصبحنا قريبين اكتر من الغناء أنا بدعو إلى أن يفضل الوسط وسط الإنشاد الديني وسط نقي صحيح. يعتمد على الآلات البسيطة وعلى الكلمة العالية صحيح.
ليه؟ لأن الكلمة أهم من الآلة في الإنشاد الديني، وهي الأساس، هي اللي بتسمج الروح، وهي اللي بتعيشنا في الجو. زي ما حضرتك قلت قبل كده، كانوا بيعتمدوا على الحنجرة في تلوين الصوت وفي إعطاء الأداء اللحني، وده اللي بيميز الإنشاد الديني عن غيره. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد حجاج. يعني للأسف الشديد وقتنا خلص، لكن إن شاء الله يكون دايما لينا لقاءات أخرى. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كل سنة وحضرتك كل سنة وحضرتك بخير. نتقابل دايما في مواسم أفراح ومع الأناشيد الدينية ومع تراثنا العظيم. وأنا بتشرف بلجنة إحياء التراث إن هي تستضيف المجموعة الجميلة اللي معنا النهاردة، ودايما إن شاء الله نتقابل مع السادة الجماهير ومع حضرتك يا دكتورة نيلة. شكرا لحضرتك يا فندم. فرقة روضة الإنشاد الديني، بجد أنا بشكركم جدا، أنتوا أمتعتونا. أنا شخصيا استمتعت جدا جدا، كان نفسي يبقى معانا وقت أطول، لكن أحلى حاجة إن أنا هشكر كل السادة المشاهدين اللي شافونا النهاردة وتابعونا من خلال مصر جميلة. وأنا شخصيا هستمتع بإن إحنا نختم الحلقة بتاعتنا على الإنشاد الديني وفرقة الروضة اللي نورونا النهاردة. بشكركم جدا، وهسيبكم بقى أنتوا اللي تختموا لنا الحلقة. اتفضلوا. رب القدرة مبارك فيها، ليلة حلوة.